السلام عليكم شباب، معكم دستنجر او الجديد. اليوم راح نكمل معكم تختيم لعبه دارك سولز 3. طبعا هذا الجزء الثاني. الجزء الاول تكلمنا فيه عن الاشياء اللي في البدايه اخذناها وكيف تبتدي الشخصيه وكيف تهزم الوحش وكل الاشياء. فهذا اليوم الجزء الثاني، ان شاء الله نكمل معكم سلسله التختيم اللي وعدتكم فيها وان شاء الله ما اقصر معكم. فخلينا نبتدي معكم. طبعا وصلنا الى الهاي وول اوف لوثريك، وهذه المنطقه تجيها طبعا عن طريق البون فاير. اذا ما تعرف كيف خليني اراويكم. تجي ترافل الأولى وراح تطلع معاك هذه المنطقة، ضغط الار 1 انت راح هذه طبعا الشراين الأساسي اللي كنا احنا موجودين فيه. تجي هذه الهاي وول اوف ثريك وتسوي عليها ترافل وتجي تفتح البوابة اللي فوق. طبعا أول ما توصل في طريقين، في طريق يمين وطريق يسار. في ايتم خلينا ناخذ يسار، يغزي جهة اليمين بعدين نروح جهة يسار لأن طريقنا أساسا يسار. حبيبي شوفوا هذا التيس كلب، حط الدرع وشقه، بس موضوع سهل لا يمللك ولا شيء. حط الدرع خليه يصدم في الدرع وبعدين اقتله. تعال تعال بوي، كمان بوي، كمان بوي، كمان بوي. خلص انتهينا من ذاك، بس اندفع إليه يا جهدي. حبيبي ولا شيء. المهم فوق في وحشين، وحش ابو سهم وحش ايش عادي. اذا ما تقتل هذا الوحش العادي راح يتوحش. هذا لا يتوحش، لا يتوحش. اوكي حلو، قضينا عليه. طبعا في هذه المنطقة الوحوش اذا تقتله يعطيك روجم. روجم شنو تسوي؟ تقوي السلاح اللي عندك بس تشيل البونس الدمج اللي عليها. بعدين راح شو راح اتكلم عنه بالضبط. اتوقع في شيء هذا متزاوي، ما اتوقع في اي شيء. اوكي خليني ارجع، ان حاليا ما في اي شيء. زي ما قلت لكم هذا الوحش اللي هني تقتل يعطيك روجم، اذا كنت تدور على الروجم موجود هناك. هذا ايش اسوي فيه؟ خلي ولا على اليمين اسحب عليه. تفوني يا حبيبي سيفون. اذا جاني اي والله جاني حبيبي، ودع الدوري. اح فكرت مات. يوه الوقت سوالي حركة مباغتة، والله حركة مباغتة. اوكي خلينا بس ناخذ العب الهث من جديد لان راح نمشي الجهة الثانية فما نستفيد شيء. اوكي هنا في وحش صغير على اليمين طبعا. اخ جابني اسرع، مو مشكلة. حلو ناخذ هذا الايتم سول، هذا نستفيد منه فلوس. هذا يموت، هذه مو سريع سريع. والله الفاير عليه بونس دمج أليم. انت شن قاعد تسوي في الطريق؟ وخر ابله. اوه بروكن سورد. ايه صراحة لحد الحين ما شفت اي فايدة من البروكن سورد، يعني نكون معكم واقعيين. اتوقع بس ابيها الا اذا في شيء انا ما عرفته. هنا فوق في ايتم. اي 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 يا حبيبي اسف. هذا المنظار حلو بس ما نستخدمه، ما تستفيد منه ولا شيء الا اذا تبي تطالع فيرست بيرسون شوتر شيء ثاني. وين راح الابله ذا؟ تعال تعال. اوي ضربتين ما لهم داعي. حلو مو مشكله. الحين شوفوا هنا شباب تنزل بعد فيه تاخذ ايتم خفيف ولطيف. هذا الايتم ونكمل طريقنا. طبعا جولد بين رايزن هذا اللي يخلي سلاح عليه لايتنج افكت اذا ما خاب ظني. هذا وحش واحد، في واحد على الصندوق. يا اخي التايمنج صاير اليوم عندي خرا، ليش؟ هادي فاير بام. حلو طبعا فاير بام يمديك ترميها على الوحوش وتضربهم فيها بس انا ما استخدمها. هلو سبرايز بيبي. دوج رول اسرع لك كل جهدي من الدرج. هذي سولد بعد تعطيك فلوس. المهم هنا في حل. اي يخرب اليوم والله التايمنج عندي سيء.
حبيبي عالبيري. اوكي شباب هيلث اح قول عن اخرى. اوكي هنا فوق في تنين شنو تسوون؟ تعطيها سبرنت يا حبيبي، تعطيها سبرنت، تاخذ هذه قطعه وتسوي دوج، تاخذ هذه الامبر وتسوي دوج. اهرب، لا تموت، لا تموت يا جهدي، افتح هذه البوابه خلاص. احي هناك في النهايه قطعه بعد ناخذها، مو مشكله. هنا لما خبطني اتذكر في فاس وعليه دارك دمج حاجه كذا او ماجيك دمج، خليني اتاكد الحين. اوه هذا هذا الصندوق، شفتون هذا الصندوق؟ هذا هذا وقت، هذا صندوق وقت. اي تعال حبيبي، تعال حبيبي. يخرب بيته، ليه كذا يا شجي هاد؟ ليش ليش ليش؟ اقول لك يا صندوق ملعون جيتك، انا قتلتني مره اولى، ها افرجك. تعال ارجع ارجع ارجع، كمان باي. لا يمسكني لا يمسكني، تعال اهجم. احي قريب يموت، بس لا تضربني هذه الضربه. اعطيه هيلث حبيبي، ودع الدوري، ودع الدوري. نزل لي هذا الفاس اللي كنت اكلمكم عليه يا عيال، وهذا فاس عليه اتوقع دارك حاجه شيء كذا. خليني اتاكد بس، خليني اتاكد 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 من الموضوع. زي ما قلت لكم عليه دارك، اتوقع كان في ايتم هنا. طيب لا منطقه ثانيه، حلو. حاليا ما في اي ايتم، خليني نطلع. طبعا راح يكون في نايت في وجهي، النايت هذا ما له داعي تقتل اساسا، ما راح ينزل لك ولا شيء. فاحلى شيء تعطيه سحبه تفون يا حبيبي. تعال اي زين، تعطيها سبرنت على فوق اول، نروح للبونفاير. بونفاير حبيبي بوس. لا هذا الوحش لازم اقتله يعني، او قريب، ما في حد قريب. اما ايوه حلو، عندي 6000. قبل لا اكمل خليني ارجع اعدل شوي في الطاقة عندي، ارجع للشراين اعدل الطاقة. اتوقع راح ازيد الطاقة، ما راح ازيد الدمج، لان الطاقة شوي عندي ابو كلب، ضربتين ثلاث اموت على طول. فخليني ارجع اعدل الطاقة، لان زدنا الدكستريتي بداية اللعبة، وهذا كان شوي ديس ادفانتج في الهيلث. فخليني احنا نجمع شوي فلوس، نرجع نزيد الطاقة. تعال حبيبتي، تعال تعال، هذه اللي تلفل، هذه المديرة. اوكي قلنا نرفع الهيلث، طبعا راح اخلي الهيلث اعلى شيء 30، بعد ال 30 بعد ال 50 خلاص ما لي داعي ابدا تعطيه هيلث، بس حد بالنسبه لي اشوف 30 كفايه، 30 28 مره ممتازه. نرجع للبون فاير نفسه، لان في ايتمات بناخذها ونشوف ونكمل طريقه. طبعا كما حصل عندك فلوس ارجع طور الناقص اللي عندك وتكمل، شوف الشيء الناقص في شخصيتك اللي تبي تستخدمه وطور عليه. طبعا كل شخصيه تختلف عن الثانيه في اسلوب التطوير. بالنسبه لي انا اطور حاليا الهيلث، ديكستريتي، بعدين شويه سترينث، شويه سترينث مو كثيره، لان بيستخدمها بالبي في بي، وما بعدي ليفل 70 او 80 حاجه كذا، بس راح اوقف هذا الليفلات، لان اذا رحت فوق شوي يكون صعب التحديات. اوكي النايت هناك مع نفسك، انت ما منك فاضي يا نايت. حلو فاير بول، اخ لا 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 لا. اوكي طبعا في طريق تحت شباب، الطريق اللي تحت ما بروح اروحه. انت ايش ايش هذا ايش؟ خلاص خلاص
الطريق اللي تحت ما راح اروح. ليش؟ الحين راح اقول لكم. في مفتاح، اول شيء راح اخذ المفتاح بعدين اجي. هنا بيجي واحد، تعال حبيبي انزل لي. الو حبيبي يلبي تموتوا معنا مالكم داعي. خلاص زين، هذا الوحش اللي هناك بيتطور، يعني ما اتوقع اني يمديني اقتله اول. لازم يتوحش، لازم يتوحش. ايه اي 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 ما له داعي اقتلك حبيبي، ما استفيد منك ولا شيء. في شيء ورا انا ابي هنا، في شيء ورا ابي. ايوه هذه، هذه تعطيك ايتمات مره خرافيه تحتاجها في تطوير الاسلحه. هذه روجم اللي كنا نتكلم عنهم قبل شوي، هذه الروجم. انزل، انت ما نبي نحتاج نقتلك ابدا. اوه شيت، تعال 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 تعال. لا 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 يا حبيبي لا، كذا ما اتفقناش، كذا ما اتفقناش يا باشا. اوكي يا حبيبي ليتس جو. هنا في نايت نتقاتل معه الحين، بس بعد شوي خلينا نخش يسار نفجر هذا الابله. لا 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 لا، التايمنج الجهدي، التايمنج اللي حقك صار خرا زي الزباليه. هنا جالس واحد ورا بعد. هذا حلو، وهذا تايتن شارد، تايتانت شيتانت او تايتن شارد حاجه كذا. هذه حق تطوير الاسلحه بعد، اي تايتانت فيه حق تطوير الاسلحه. هذا قضينا، خلاص خلاص الجهد يهدي. اسمع صوت خطوات تحتي يا عمي حبيبي جولي. في المهم النايت اللي جاي يا عيال، هذا سهل مو هو صعب يعني. اوح حبيبي رجع استامينا. تدون ايش يبون له؟ يبي له هذا يا حبيبي، تعال حط الدرع تعطي رفسه وبيري وحبيبي. بس رفسه مع بيري، طبعا الرفسه السهم اللي فوق مالت هذا يتحكم فيه مع الار 1 تعطيه رفسه، تعطيه رفسه وبيري. طبعا ما استخدمت رفسه وبيري بهذا السيفين، ليش؟ لانه يسوي دبل كيك هذه. المهم امبر، طبعا امبر حق تستدعي واحد يلعب معاك ضد وحش اذا ما كنت تدري. حلو يا حبيبي ليتس جو، ينظف المنطقة كلها. هذا السورد زي جيد يعني مش بطال، مشي حالك بس ما راح استخدمه في امل. اوكي هذه المنطقة حلو، قبل لا ننزل في واحد هنا فوق لازم افجر وجهه. اوكي نزل لي حلو، هذه زي جبال. اوكي هنا تحت في شوي وحوش كثيره لازم نهدي ما نستعجل، خاصه في كلب وعندي هيلث واحد ما ابي استعجل عليها. تعال يخرب يخرب بيتك. هنا في ايتم يتنشر حلو حبيبي. هنا في ايتم وهذه تفجر ما بيعبر. هذا اللي اقول لكم يتفجر عن اخاف منه.
هذا الاس حلو ممتاز اخذنا بعد شرح شاركوني بس خليني اهرب شوي باقي لي ضربه تعال انت لا 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 يا جهاد لا يا باشا لا مش كذا مش ما اتفقناش يا حبيبي نرجع ناخذ اغراضنا الحين مو مشكله اوكي وصلنا من جديد حلو تعال تبغى تتهاوش انت تعال حبيبي تعال انا الحين لا رحمه انا غلطان جاي اعطيكم والعب حبه حبه معاكم اطيح بس هذا الاهم شيء لا اطيح حلو نايت فوق يركض ما نبيه الابله سحبت عليه حلو مو مشكله تعال انت يا صديق كم هي بوي كم هي بوي مير هذا خلصنا منه اللي بعده واحد منك مجي تعال هذا المحل مره خطير اكرهه حيه لا 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 ايش اللي ورا الجدار جابني ايش اللي ورا الجدار خلاص هذا خلصنا منك يا حبيبي وكل الزحمه هذه عشان المفتاح اللي تحت هذا المفتاح اللي تحت هنا الخرا مع هالكلب اح ايش والله غش اليوم اليوم فيه موضوع دارك سوز اليوم فيه شيء يا عيال يدخل داخل الجدار ويضربني ليه هذا السلكي هذا اللي نحتاجه المهم هذا باقي واحد هنا خليني اضربه نهشر. نهرب عنه حبيبي دق الرجل يا حبيبي دق الرجل بس لازم اقتل كلب فيني حر على اللي ضدك لا اعطيته دوج بدري انت قتلتني انت قويه بعد شويه ما عندي هيلث خلاص اوه يخرب بيتك اوكي اتمنى اني عندي بوند خليني نشوف بوند ما عندي بوند اترجعني بوند فاير بدون ما اخسر فلوسي ما عليك مشكله نعطيها سبرنت عنيف الحين ونطلع على فوق الحين المنطقة يبيلها تنظيف شباب طبعا في هنا كم ايتم طيب هذا الريبر سلاح جيد لا اليوم مستواي صفر والله مستواي صفر في اللعب استغفر الله طبعا شباب من قبل شوي اخذنا المفتاح خلينا نروح ناخذ المفتاح بعد نرجع ناخذ الفلوس اللي هاجمنا يخرب بيت ابليس والله لان اليوم مستواي اعفى من العفن حبيبي خلاص اهجد شوي اهجد
اطلع من وجهي انت. هذا ميل بريكر ما ادري عن وضع شنو السلاح، ما جربته ابدا ولا اتوقع اني راح اجربه يوم من الايام. طبعا هذا الشيء، هذا الشخص اللي راح نساعده داخل يا شباب راح يطلع، هذا الشخص مهم راح بعدين يكون عندنا في الشراين ويساعدنا في اشياء كثيره. خلي اختصر الموضوع يا حبيبي، ما نبيك تسولف. Great request. Okay. عطانا هذا الخاتم Blue Tearstone Ring. خلنا نشوف شنو يسوي Blue Tearstone Ring يا حبيبي. Increase damage absorbed when health is low. يزيد الدمج اللي حقك لما الهيلث يكون حقك نازل. جيد. جيد مرة جيد. حط الخاتم، انا ما عندي خواتم حاليا. بنحط كل الخواتم اللي نقدر نحصلها كبداية يعني. كأن فوتنا ايتم يا حبيبي، يا سلام. throwing knife. هذا مسكر. اوه مسكر هذا الباب عشان نفتحه. طبعا نرجع لطريقنا الحين العادي زي كم عداد، نرجع لذاك الوحش اللي قتلني الدب واخذ فلوس. دب ما راح اقتله لان معركته تقريبا فاضي ما له داعي، لانه ما يعطيك ايتمات زي الناس، عشان كذا اسحب عليه. شو الوحش اللي ما يعطي ايتم اسحب عليه بالنسبه لي يعني. تبي تقتله عادي اقتله. اوي حبيبي، لا يا حبيبي انت وياه نام. لا يا حبيبي معلش، الايتم اللي حق نزل. لا انزل وراك. اح من جيتني انت؟ زين هذا الدب، خليني نشوف هذا اللي نزلت من قبل شوي. راح اتفرع المحل، شيل الامبر، اخذنا السلاح صح، خذ هذا بعد الاغراض هنا بس، شيل الامبر الثاني. السلام عليكم يا حبيبي، اشوفك على خير ان شاء الله. وشوفوا طبعا الوحش بيجي تقدر تحشره في هذه الزاويه، بس ما نبي نحشره، نبي نجي هذه المنطقة ونعطيها سبرنت. لا اوه قبل السبرنت يا حبيبي، نعطيها سبرنت تعطيها جمب. طبعا اذا ما تعرف تسوي سبرنت وجمب، تركض تركض بالدائرة تعبين، تعطيه L3، L3 تعطيك الجمب. مع ان الجمب اللي حقه خايس اللعبة، بس عادي ما بتستفيد من الجمب بشكل كبير. عب الهيلث. طبعا بيجينا خمسة حين وحوش على اليمين، شوف واحد تقتل يطلع لك خمسة ما شاء الله أو أربعة. وتاخذ هذا المصعد ونركب فوق. طبعا هذا الطريق وين بيودينا؟ بيودينا أول شراين تخدنا فيه، أو بون فاير. أي شراين؟ أول بون فاير لعبنا منه. طبعا هذا ايتم تاخذه. رينج نايف. بعدين نرجع للبوس، بس قبل لا نروح البوس في واحدة عجوز لازم نكلمها حق ناخذ كيفنت. هلا 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 حبيب قلبي، هلا هلا هلا. دبل دمج ما نبي. حبيبي ايه كذا اوكي، وضعنا كذا معك حبيبي ممتاز في السليم. الكلاب البلهان نعطيه سبرنت، راح ارجع لكم ما في فايده، راح اقتلكم مرتين وثلاث. سحبتكم أليمة جيدة. بون فاير الحين نرجع نقتلهم. طبعا مع كل بون فاير يا شباب زي ما قلت لكم اول يرجع كل الوحوش، كل شيء اماكن، كانك اول مره تلعب في المنطقه الا الريورد.
بدل ما اروح هناك تعال يا حبيبي اختصر الطريق وانزل على هذا الدرج وانزل على هذا الدرج يجيك احل وغد ويضربك. لا 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 حشرت في الزاوية. والله اليوم يا عيال فيني مشكلة، والله من جد فيني مشكلة، مو عارف اركز ابدا. استغفر الله. هذه مشكلة القطع، تقطع وترجع، أيوش. والله مشكلة عويصة، مشكلة عويصة. اوكي، اسحب عليك. خل سريع. موجود؟ حلو. أحيانا من الظل ما يمديك تشوفه موجود ولا لا وتدخل عليه وينزلك وتموت. في قدام احنا بيجينا نايتين وبعدين نايت عاطيني ظهره. اح يخرب بيتك. اسحب عليكم ولا اشوفكم. كله سحب انا اليوم، اليوم كله سحب. الله. حلو هذا النايتين، اذا تقتل النايتين ما اتوقع انه راح تحصل شيء، مع انه قواي هذه النايتين مره قواي. فخلينا شنو نسوي، نطلع على فوق في نايت واحد. اي طبعا قواي ان انت كبدايه بالنسبه لقواي، ان شاء الله ما يقتلني الوقت. عندنا السلاح. حبيبي حبيبي هدي هدي هدي، والله امزح معك. هدي حبيبي هدي. لا ما مات ما مات. لا 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 لا، يخرب بيتك يخرب بيتك يا شيخ. يو اكلني دمج. استنى هذا نايت يعدي بس. اوه يا ان اكلني دمج، والله فكرت مات. المهم لا يشوفني. حلو هذا خوينا يعطينا تطويرة لازم ناخذها. اما ما طعنت اما ما طعنت انا سلام، ما عندي هيلث راح اموت. أنا سلام. والله اليوم يا عيال الشيء مش طبيعي في اللعبة، يا أنا فهي أو في شيء والله ما أدري. طبعا نجي لهذا العجوز كيفننت. هذه اسمه لوثريك بانر، هذه واحد من أسر ثمانية موجودة في اللعبة وهذه حصلناها. طبعا إذا تقتلها راح يطلع بوس، إحنا ما نبي نقتلها، نبغى نخليها تكون صاحبتنا بعدين نرجع لها. شنو وضع الحين هذا العلني؟ رجع محله. اوه تعال هالمرة راح اعطيك بيري. ايوه يا حبيبي ليتس جو. لا 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 مو عندك حبيبي، عطني تطويرة بس. حلو ريفاين جيم، وهذا اعطاني الهلمت اللي حقه. حلو دروب اليم، هلمت جيد. اوكي الحين شباب اللي راح يصير، راح ارجع للشراين وعبي الهيلث ونروح الى البوس مع فول هيلث. يا حبيبي لا تطردوني الى الصباح، انت بطيء دب انت دب. اختصر الموضوع، موت وارجع على خير الطريق وخذ الفلوس وروح للوحش احسن. هذه مثل ما هي متعمد 100% متعمد، يعني ما بقول فيه هدني. اسف انت وياه. اتوقع في ايتم على جنب الزاويه ولا
في زاوية كان في حلم أو لو يتهيأ لي. لا لا ما ذاك. أوكي، ما في ايتمات. ندخل هنا على طول للبوس. ما تتجرأ تدخل، ها؟ ما تتجرأ. طبعا هذا البوس الثاني في اللعبة، أو يعني إذا تبغى الصراحة هذا البوس الأول، البوس الأول اللي قبل قتلناه هذاك تدريبي، ما هو وحش أساسي، هذا وحش أساسي. بس نسميه البوس الثاني، ما عندكم أي مشكلة. حبيبي 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 على هذا الوجه. مدير راح يتفجر وجهك. طبعا ها دائما تجلس بين رجله. رجله رجله قلنا رجله حبيبي. اجلس بين رجله يا حبيبي. لا 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 جهدي لا يا جهدي. ولا تخاف تخش بين رجلي حبيبي. تعال اهجم. الحين بيصير سريع الوقت. دمجت انا من هذي. لا 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 اموت. لا يا الله، لا استعجال فيني والله استعجال. حشرت في زاوية أنا المفروض ما أحشره، هذه الوحش لا تحشره في زاوية. اطلع معاه برا يا حبيبي وادخل بين رجله، تحشره في زاوية تتمشكل زي ما سويت أنا، هذا أكبر خطأ. حبيبي رجعنا لك مرة ثانية، تعال أول شيء جيب الفلوس. Come on boy, come on boy. بين رجلك يا حبيبي. وين رجلك؟ اضرب حلو، الحين اضربك. موضوعك سهل. هذه تايمينج صح، حلو تايمينج صح. لا 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 استعجل استعجل، طولت في الدمج. هذه المفروض ما اطول في الدمج مره ابدا. تعال حبيبي كمان بوي كمان بوي. اوه اوكي مو مشكله. ابيض يا ورا. حبي هيلثي.
لا رحت زاوية خطر. أنا محشور لازم أطلع شوي. إيه قدم مش لا أنا أسوي دوج. استغفر الله. أجيني دمج أجيني دمج أجيني دمج. حلو. باقي لي شوي باقي لي شوي. موت. موت. يس ليتس جو. ووو هذا قضينا عليه الوقت. يا حبيبي ليتس جو ليتس جو. Soul of Boreal Valley Forded. Soul الأول. طبعا هاي تقدر تستخدم السول تشتري بسلاح او انك تقدر تستخدم تحصل فيه فلوس تقريبا 5000. اوكي خلينا نروح قدام فتحنا البونفاير. خلينا نروح نطور وننتهي معكم في هذا الفيديو ننتقل معكم ان شاء الله اليوم الجاي ونشوف فيديو ثاني ان شاء الله نواصل معكم فيه. خلينا ننتقل بس نطور يعني من جد يوم شباب اسمحوا لي مره جاي انا سجل وانا تعبان التايمنج عني اسوأ يوم اتوقع راح العب في دارك سولز هو اليوم بس ان شاء الله قلت ما ابي اتاخر عليكم وعدتكم اني اخذت لكم دارك سولز وراح اكمل وعدي معاكم وان شاء الله نتقدم فيها مع بعض. فانتي حبيبتنا الطيبه تعالي انزين لو رفعت الدكسترتي نعطيها حبه دكسترتي والباقي كله في الهيلث. حلو وضعنا كذا ممتاز في السليم. فتقريبا كل شيء وصلنا نهاية الفيديو وهذا المقطع الثاني من تختيم دارك سولز. اليوم زي ما قلت لكم لعبي مره سيء مو هذا مو مستواي ان شاء الله اليوم الجاي احسن باذن الله. فاذا عندكم اي سؤال اي استفسار اكتب لي في الكومنت تحت واذا عجبك هذا الفيديو لا تنسى اللايك والسبسكرايب ولا تنسى الشير. اشوفكم على خير فيديو جاي. السلام عليكم.